ربعه وكل لا صاحب يقدم معاه في شط العاضي سعيرة. الركض هذا مرة يخيب ويصيب الإنسان يسعد ومية خلق ذخيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ به نستعين وعلى اسمه وذكره ننطلق. أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام في كل مكان متابعي هذه الانطلاقة، الانطلاقة تستمر، التحديات دائما تتواصل، فئة جديدة، منافسات جديدة، شعارات تحمل القوة والإثارة. شوطنا الأول الرئيسي للحول المحليات الأصايل مع تمنياتنا لكافة الشعارات. هنا المشاركة والباحثة عن نقطة في ميدان الخزنة، وهو يعتبر من أقدم ميادين سباقات الهجن وأقواها وأعتاها. هنا مشاهدينا الكرام شوط ينطلق وإثارة، هنا مشاهدينا الكرام شوطنا الأول الرئيسي يحمل هذه الشعارات المزينة، يحمل هذه التحديات الأولى. نعود وننطلق، نسير مع المركز الأول، نتابع كيف هي من تنطلق على بداية هذا المسار. محمد بن بطيب من آخر الخيلية ينطلق على مقدمة المسار، ينطلق على مقدمة الشوط، بينما القدوم والحضور والتقدم من طاعه. أحمد بن حمد بن مبارك من رغش الشامسية ينطلق على ثاني المراكز. ناخذ المركز الثالث من القادم في هذه اللحظات، تتقدم ود سعيد بن عبد الله بن مناخر الخيلي ينطلق بدوره على ثالث المراكز، بينما رابعا نتابع القدوم والحضور والتواصل في هذه اللحظات. تتقدم ود، هذا شعار راعي وقاد سعيد بن عبد الله بن مناخر الخيلية ينطلق بدوره على رابع المراكز. ناخذ المركز الخامس، نتابع من القادم. اوه رحبوا بمن قدمت في هذه اللحظات، رحبوا بمن وصلت في هذه اللحظات. الله على اللي حضرت، غطت على كل حضور يا ابو سعيد. تتقدم غارة تتسيد على خامس المراكز، السيد ساري بن محمد بن كراز المهيري، هذا شعار عقار يتقدم في هذه اللحظات. ناخذ المركز السادس، تتقدم الزود سالم بن حمد بدليله العامري ينطلق على سادس المراكز. هكذا النتيجة مشاهدين الكرام ومتابعينا الأعزاء المراكز الستة هلولة المتقدمة، الستة هلولة الحاضرة بهذا الإبداع، الحاضرة بهذا الإمتاع، الحاضرة بالمنافسة، الحاضرة بالتحدي والإثارة. نعود والعود أحمد، ننطلق مع طاعة، تنطلق طاعة مع بداية هذا المسار، تنطلق مع بداية المشوار، تنطلق مع شعارك يا بن رغش. أحمد بن حمد بن مبارك بن رغش الشامسية هنا مشاهدين الكرام بذكريات هذا الشعار، بمنافسات هذا الشعار، بتحديات نحو الناموس. دائما هذا الشعار يحظى بالناموس، دائما هذا الشعار من الشعارات التي يسار
لها بالبنان من الشعارات القوية المعروفة بعالمنا الساحر عالم رياضة الهجن العربية الأصيلة. بينما القدوم والحضور من كيف والحضور من كيف يتقدم محمد بن بطل بن مناخر آل الخيلي. بينما القدوم والتقدم في هذه اللحظات هذا الزود باحث عن الزود باحث عن الانتصار ومن لديه زود فليتقدم. هنا مشاهدينا الكرام سالم بن حمد بن دليلة العامري ينطلق بدوره على ثار المراكز ناخذ المركز الثالث. تتقدم ود تنطلق ود سعيد بن عبد الله بن مناخر الخيلية ناخذ المركز الرابع من الحاضر. من هنا مشاهدينا الكرام هذه مزون خاطفة للعيون راحة الفنون. نعم بالفعل نايل بن فهيد من مفتاح الشامسية أهالي صفوة الميادين أهالي سيح صبرا. نعم بالفعل هنا مشاهدينا الكرام على ثالث المراكز رابعا القدوم من غارة. هنا مشاهدينا الكرام مع أبو سعيد ولكن من القادم من الواصل هذه مشاهدينا الكرام أسياد سالم بن فاضل بن سعيد الاكتبي ولكن من القادم نتابع القدوم نتابع الحضور. هذه مشاهدينا الكرام سمحة محمد بن عبيد بن محمد الشامسية ياتي مع سمحة ينطلق مع سمحة. دير بالك يا راعي سمحة المعركة المعركة المعركة. نعود مع بداية هذا الشوط نعود مع مقدمة المسار نعود مع المركز الأول. طاعة يا برغش طاعة طاعة يا برغش طاعة محافظة على بداية المسار محافظة على مقدمة الشوط. أحمد بن حمد بن مبارك بن رغش الشامسية ينطلق على بداية المسار ينطلق. هنا مشاهدينا الكرام على مقدمة الشوط صاحب العوايد صاحب النقاط المتعددة في هذا الميدان ثاني المراكز الزود مع بن دليلة العامرية عمار العامرية يتقدم على ثاني المراكز. ثالثا مزون مع بن مفتاح هنا مشاهدينا الكرام. رابعا تتقدم وده سعيد بن عبد الله بن مناخر الخيلية. خامسا سالم بن فاضل الكبية يتقدم هنا مشاهدينا الكرام مع اسياد خامس تتقدم سمحة محمد بن عبيد بن محمد الشامسية. سادسا غارة السيد ساري بن محمد بن كراس المهيرية. حرك يا ابو سعيد الوقت ما يمدي وانا اخوك المعركة المعركة طاحنة الشعارات القوية التحديات الكبيرة. هنا مشاهدينا الكرام طاعة مع البداية طاعة مع مقدمة المسار شوطنا الأول الرئيسية وتحديات الكبار والرقص ما يحلو إلا مع سن الكبار طاعة مع البداية يا برغش حرك مع البداية هلولة حرك مع المقدمة هلولة مع المركز الأول على بداية هذا المسار. بينما القدوم التقدم هذا الزود سالم بن حمد الدالة العامرية ولكن خلاص هذه القادمة. هنا مشاهدينا الكرام تتقدم غارة تنطلق غارة على ثالث المراكز رابعا مزون الناموس وين الناموس حاير وطاير طاعة ولا غارة ولا طاعة والعصا والبطان وغارة مع ابو سعيد قالت على الشوط ولكن طاعة محافظة مع برغش على بداية المسار. احمد بن حمد بن رغش العامري ولكن الناموس وين
على بداية المسار. الشامسية الشامسية مع بداية المسار قال تحاول الشمس والعصا والابطان، ولكن سلامي عليك ما يصح الا صحيح، ما يصح الا صحيح. ومن لا غيرك يا بالرغش، ومن لا غيرك يا بالرغش، احمد بن محمد المبارك بن رغش الشامسية راعي طاعة. تهانينا والناموس من الاعماق. ثاني المراكز غارة ساري بن محمد بن كراس المهيرية، ثالثا تقدم في هذه اللحظات مزولنا نايل بن فهد مفتاح الشامسية، رابعا الخدوم من الزود سالم بن حمد الدلة العامرية، رابع المراكز أو خامس المراكز. عطني المركز الخامس نتابع في هذه اللحظات ضي عبيد بن سيف بن حمد بن مايد المزروعي. التوقيت الزمني هنا مشاهدين الكرام 10:15 بالوفاء والتمام والكمال.